السلام عليكم متتبعين، لاباس عليكم بخير وعشركم مبروك ان شاء الله. واش ما تمنيتو ان شاء الله بالصحه والسلامه يا ربي والهناء والراحه والسعاده من عند الله تعالى. اليوم غادي ندير معكم الرفيسه بالحمام. هي رفيسه بحال المهم مختلفه. هذه رفيسه بالحمام، غادي ندير رفيسه بالحمام بعد دابا المناسبه ديال العيد وداكشي. ما بغيناش نديرو لا دجاج لا الحمله والو، نديرو رفيسه بالحمام. وهاني غادي نصايب لها دابا العطيه ديالها ديال الحمام باش باش نفندو في داكشي في الاقامه، وان شاء الله انتم تشوفوا انتم معايا. السمن، سكنجبير، ابزار، حرقو معرق، مسخن، ندير منه ما شويه الملحه على حسب الذوق، شويه ديال الحلبه ما غاديش نكثر الحلبه هيا، شويه ديال العدس حتى هو ما عنديش بزاف حيت الافراد اللي عندي قلالين، ثلاثه البصلات هاما مخلطين هنا، والزيت كاس ديال الزيت مخلط بالزيت البلديه والزيت النباتيه كاس مخلط. والربيع ديالنا هاد الحزيمه في الربيع، والحميمات ها هما خمسه الحمامات ان شاء الله. وتبقاو معايا. هادشي كثر العطريه بزاف، المهم الواحد يدير قياسه وصافي. مسخن شويه مشهدين والملح. شويه ديال الزيت وشويه ديال الماء. نخلط هادشي بسم الله. عاد ملي ندير مع عاوتاني نحطهم في الطاوه في الكوكوط، عاد غنزيدهم شويه العطريه ما غاديش. حميمات بسم الله. الحلبة درتها حبات ما تيبغوش ليا الدار بزاف الحلبة. غنزيد شوية العطرية دابا غنحطها بشوية الماء. نخليها حتى شويه واحد شويه تشحن وصافي، ونزيد الماء الكافي ونزيد عليها. انا غادي نزيد الماء اللي غادي يكفاني في لاصوص. هاد الثومه درت جوج صوصات، جوج روس كاع الثومه صينين صافي. العدس بلاتي وغادي ندير واحد شويه يطيب شويه الحمام وعاد نحل، حيت العدس كيطيب دغيا باش يبقى صايم ما يتحل ما يتفرتش ليا. دابا غادي نسد لاصوص دابا اللي غيكفاني في الرفيسه ان شاء الله. دابا غادي نصايب العجينه باش نصايب التريد. هذا هو هذا القمح حنتو على يدي، درت جوج زليح من القمح من هاد السلافه هاهي سلافه ما عامرهش ديال الفورص طحين البيض. وهذا ندير القمح باش يجينا الطبق كيشرب ديك لاصوص كيجي زوين. الملح، الملح راه على حسب الذوق، ما عندها ميزان الملح، واحد كيدير على حساب. بسم الله. Yeah.
هما دابا كملتهم هاد العجينه كملتها في هكا في هاد الكريسات. دابا غنبدا نكرس فيها ونطيبها. ها كريتي بغي ترقق يجي طايب ويجي زوين مع القمح تيشرب داك لاصوص كيجي زوين. هادو كبار باش نسرب هذا غير باش ما نبقاش نعطل. ها انتما يا المتتبعين ديالي يا حبابي الاعزاء الرخيصة الحمام حمامي في الشبيك انا كنحبك وكنبغيك. شتو هكا بغيتي يجي زوين. هاي بو زوين تبارك الله ديال القمح تبارك الله جانا نسيناه. منكم ان شاء الله تجربوه وتشوفي لكم زوين بزاف. كليت كملتو مبغاش نطول عليكم الفيديو يجي طويل. انا دابا كملت هادشي اللي بقى ليا كنسم كتفيه. ها تبارك الله خرج ليا العجينة خرجات ليا جوج سليف ونص خرجو ليا تبارك الله. ها انا مكنستعملش المقص في هادشي تاع ديال الكريت كندير يدي هادشي اللي علمونا والدينا الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين يا رب. ما غاديش ندير ليها كسكاس كاين اللي كيفورها في كسكاس. انا ما غنفورهاش في كسكاس حيت تريد جا رقيق وجا طايب وطحين ديال القمح ماشي الفورس ماشي فورس عي شويه فيه. يا تبارك الله زوين بلا ما غنديروش في كسكاس. صافي دابا ملي غيطيب لي داك المرقه ديال الحمام غادي نسقي داكشي كلو قاد وصيبو. وهانتو معايا المتتبعين ديالنا. زوينة المريقة ديالها جات تبارك الله زينة. التومة هاهي كراسة تاع التومة درتو هكا شوية لاصوص مع قلال الأفراد اللي عندي قلال ماشي بزاف. يلاه متتبعين هاهي وجدات الفيسة هاهي تبارك الله جات زوينة تبارك الله أشهيتكم فيها والخير في ديوركم ان شاء الله. وهانتوما لعجبتكم
عاونوني وديروا لي لايك ودعموني نزيد القدام ان شاء الله القناه ديال القدام والقناه ديال قناتكم ان شاء الله. ودعمتوني رانا غادي نزيد القدام بالقناه ديالي تطلع مزيان ان شاء الله. ايوا الخير نبغيو الخير لبعضياتنا ليا وليكم. والسلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي جديد ان شاء الله.